الأمومة بين الطفل الأول والثاني. الكساء الطفل الأول. الطفل الأول، الابن البكري أو وش القفص. أسماء كثيرة تطلق على الصغير الأول لأنثى الإنسان. فور تأكدها من الحمل بالطفل الأول تهتم بشكل مبالغ فيه بكل التفاصيل: الشراشف الملونة، البافيتات التافهة، والببرونة. أما مع الصغير الثاني المسكين فبقرب وصوله وانضمامه إلى القطيع تتراجع نظرة أنثى الإنسان السطحية للأمور بشكل مفاجئ، وتبدأ في التمتع بنظرة أكثر عمقا. ولا بلاتي ولا حاجة، وبعدين فيها إيه يعني لما يلبس بامبي؟ هيقول لأ؟ لأ يلبس بامبي مش هيجرى له حاجة، بس اسكت يا بت. الحس الأمني، الطفل الأول. عندما تضع صغيرها الأول تبدأ أنثى الإنسان في تطوير حاسة السمع لديها بشكل ملحوظ، فهي تبدأ في التقاط أدق الهمهمات والذبذبات والاهتزازات القادمة من المصدر، فتستشعرها بحساسية فائقة وتلتقطها وتحرم من النوم معظم الوقت يعن أمها. أما الطفل الثاني فالأمر يختلف. عبدو الواد هيموت نفسه من عياط. عوار بيد الله. يا حماد يا حبيبي، انت تسمعني يا بابا؟ حاو يلا حبيبي، حط التتينة في بقك يا بابا. حطيتها؟ تم. سلام يا حبيب ماما. الانفصال، الطفل الأول. يقضي عادة الصغير الأول لأنثى الإنسان أعوامه الأولى من حياته ملتصقاً بأمه، ولذا يقول اسمه العلمي في مرحلة ما قبل الانفصال هو الأوهو أو سوبر جلو. تمتد تلك الفترة حتى تزداد قواه بما يكفي للخروج للبيئة الأم أو الحضانة، ويكون لذلك أثراً بالغاً على اتزان الأم النفسي والعاطفي. ما هو الطفل الأول بقى؟ ويوصي خبراء الإنسان بعدم الاقتراب منها في حال رؤيتها في مرحلة الانفصال الأولى، يعني ابعد عنها أحسن لك. الانفصال، الطفل الثاني. أما الانفصال عن الطفل الثاني فهو أمر آخر. خير ما يأكل ولا ما يأكلش، أنا مال أنا؟ وبعدين أنا قلت إن النمرة دي للطوارئ بس، والطوارئ يعني دم. ومن أروع ما يميز أنثى الإنسان أنها تشعر بالأمومة المتدفقة تجاه صغيرها في لحظات الخطر، ولذلك فقد رصدنا لكم إدارة الأزمات، الطفل الأول. البنت بلعت بذرة عينك، الحقوني يا ناس، الحقوني، البنت هتضيع مني، الحقوني يا ناس. إدارة الأزمات، الطفل الثاني. أنت بلعت جنيه فضة تاني؟ الجنيه ده مخصوم من مصروفك، اتفضل امشي من قدامي. بره بره غور.